كاين مجموعة التطوع اللي شاركت فيها الجماعة والعلاقة واللي في الأقوى درجة في السي العام واللي هو اللي حرص على أنه يبدا في هذا الأنشطة. كنشكرو كذلك بالمناسبة أنه حاول يجيب لنا بعض الأنشطة الرياضية اللي كانت محتكرة شيء من الجهودات ديال الجميع كما شرحوا لكم الولاية وتوفيق الله سبحانه وتعالى الجميع وصلنا تعاون الجميع ونطفعوا على نقاشات فارغة وعلى رد عليهم الجميع وبدا الصور الذين حقيقة ما كان نفسها صدر نفسها مسيرة وحنا كما شرح دائما رغم الإشارة الباب مفتوح في أي وقت واحد أي معلومة أي أمر مباح رغم الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنا في واحد الندوة صحفية اللي جات بعد في الحقيقة كان واحد تأخر. هذه الندوة الصحفية اللي جات في إطار التواصل تعقد الجماعة الترابية تارودانت مع الجسم الصحفي بصفة خاصة ومع سكان المدينة ومدبري ومع متتبعي الشأن العام المحلي بصفة عامة. ولاحظتوا من خلال الارضيه اللي كنا قدمناها مجموعه ديال المشاريع الحمد لله اللي داخله في الجانب ديال الاستثمار، مجموعه المشاريع في المجالات الاخرى، الثقافه، الرياضه، في الشؤون الاجتماعيه، في التعمير، في الماليه. وشرنا انه رغم الاكراهات اللي كانت امام المجلس الجماعي خصوصا على مستوى ديال التكلفه الماليه ديال الدعاوى القضائيه اللي كلفت الجماعه خلال الثلاث سنوات مليار ديال السنتيم من الميزانيه اللي كانت ممكن ترصد لمشاريع اجتماعيه ومشاريع استثماريه، للاسف مشات في تغطيه الدعاوى القضائيه. رغم ذلك ورغم حتى انه الضريبه على القيمه المضافه بقت ثابته ما كتجاوز واحد 3 مليار و836 مليون ديال السنتيم، رغم ذلك انه استطعنا نوفر واحد الفائض ديال 23 مليون ديال الدرهم، فائض ديال 23 مليون ديال الدرهم. ومؤخرا في الدوره الماضيه ديال فبراير استطعنا كذلك نبرمجوا واحد الفائض ديال واحد المليار ديال السنتيم وزياده في واحد المجموعه ديال المشاريع. وهذا الشيء كل شيء راجع للحكمه الحمد لله، الحكمه اللي يقوموا بها الساده اعضاء المجلس بمعيات الموظفين اللي انخرطوا الحمد لله في هذا الجانب واحد الجديه فائقه النظير على مستوى الماليه، مستوى الجبايات، وعلى مستوى ديال تدبير الصفقات، وكذلك حتى على مستوى الخدمات. اذا رغم الاكراهات ديال الاحكام القضائيه، الاكراهات ديال التيفيه، لهذا استطعنا نوفروا فائض ان شاء الله اللي غادي يكون في الصالح ديال هذه المدينه. مجموعه ديال التساؤلات اللي طرحوها الساده ممثلي المنابر الاعلاميه اللي كانت كلها في الصميم دليل على الحمد لله على انهم يتتبعون الشان المحلي بهذه المدينه عن كتب، كلها جاوبنا عنها بصدقيه تامه، رغم انه الوقت ضيق لا يسمح بانه نعرضوا المنجزات ديال البلديه، ولكن كنوعدكم ان شاء الله في منتصف الولايه بانه غادي نقدموا واحد الحصيله مدققه وبالارقام، وغادي في اطار حتى سبق قدمنا حصيله ديال التعمير، وغادي كل قطاع كل نائب ديال الرئيس غادي يقدم الحصيله ديالو في القطاع اللي كيدبروا على اساس ان شاء الله في منتصف الولايه غادي نقدموا حصيله تركيبيه بالارقام وبالصور ان شاء الله، وغادي تقر هنا الساده ممثلي المنابر الاعلاميه. بهذه المناسبه كنشكروا جميع المتدخلين في تدبير الشان المحلي واللي كيتعاونوا مع المجلس الجماعي من جمعيات ومن سكان ومن صحفيين ومن سلطات محليه وعلى راسهم عامل اقليم تارودانت اللي كنشكروا على الغيره ديالو الحمد لله في النهوض بهذه المدينه اللي كنعتبروها عاصمه الاقليم، فشكرا جزيلا لكم. اليوم كنا على موعد مع ندوه صحفيه نظمها المجلس الجامعي لتارودانت، كان العنوان ديالها هو الحصيله ديال المرحله، المده اللي تقريبا كتقارب واحد سنتين ونصف.
طبيعة الحال المجلس ما قدمش الحصيلة الميدانية للمشاريع اللي هي مبرمجة، ولكن أعطى واحد الحصيلة تقريبا ديال واحد المجموعة ديال الأعمال اللي قام بها في هذه السنتين، واحد مجموعة المشاريع اللي هي مبرمجة إن شاء الله تعالى في برنامج العمل ديالو اللي كيمتد إلى غاية السنة الأخيرة من المدة الانتدابية ديالو. كانت فرصة للتواصل ديال الجسم الصحفي مع السيد الرئيس ومع نواب الرئيس، كانت فرصة أيضا لتبديد واحد مجموعة ديال الإشاعات، واحد مجموعة ديال الخلفيات، واحد مجموعة ديال التمثلات اللي كانت عند المواطنين. الجسم الصحفي خدا انطباع إيجابي على الطريقة اللي قدم بها الرئيس والمكتب ديالو والنواب ديالو الحصيلة. طبيعة الحال حصيلة كانت الحمد لله طموحة على حد تعبير الحضور، اللي كنتمنى ان شاء الله تعالى اننا نتوفقوا في التحقيق ديالها. بالمناسبه كنشكروا الجسم الصحفي، كل منبر اعلامي باسمه، خصوصا الاخوان اللي تجسموا عناء السفر وجاوا من مناطق بعيده. الجسم الاعلامي طبيعه الحال مواكب ومصاحب التجربه ديالنا في التسيير. كنتمنى ان شاء الله تعالى اننا نكونوا في مستوى تطلعات المواطنين، وكنتمنى ان شاء الله تعالى نتوفقوا في انجاز ما برمجناه من مشاريع في اطار برنامج العمل. وشكرا مجددا. اليوم المجلس بصدد انك تولد الصحفيه حصيله مرحليه ديال الجسم اهل الولايه، حصيله يعني ممكن اننا ماشي حصيله ديال هذا الفتره، ولكن حصيله تجيب على عده تساؤلات من ناحيه المجتمع المدني ولا الصحافة، يعني كتداول بما يخص تدبير الشأن المحلي. حصيلة مشرفة لنا كمجلس، يعني رسمنا فيها خلالها الرؤية ديالنا وخلالها كذلك المشاريع اللي غينجزها المشاريع من المجلس أو ننجزها على مستوى على الأرض ديال الجماعة. يعني كما لاحظتوا معنا كصحافة في هذا الموضوع، الرئيس تقدم المشاريع اللي تم انجازها بالدرجه ديال الميزانيه وكذلك الفائض اللي كاين في هذه السنه، كذلك خلال التساؤلات ديال الساده الاعلاميين، الساده هما كيجاوبوا على يعني الاسئله ديالهم فيما يخص التدبير ديال القطاعات والاشكالات اللي كتعيشهم المدينه او لا الاكراهات كذلك اللي واجهت هذا المجلس في تنزيل بعض المشاريع.